السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومة مهمة جدا للصف الأول الثانوي، نخلي بالنا إن أيام الأسبوع دايما بتسبق باللو اللي هي أداة المعرفة لزاختيك لديفيني ماسكولا المذكرة. أما أقول هنا لو سامودي يعني يوم السبت، معناها كل سبت، معناها لو هقول هنا علي فا أو كلاب، معناها إن علي كل سبت بروح النادي. أما أقول لو سامدي بتساوي شاك سامدي بتساوي تو لي سامدي. معلومة مهمة جدا نخلي بالنا منها، يعني كلمة هنا كل سبت معناها في المعنى كلمة شك، يعني كل سبت معناها تو لصمدي. وطبعا كلمة شك كل وتو كل، الفرق بينهم ان هنا ان تو بيجي بعديها لزختك لأداة، هنا ما بيجيش بعديها أداة. ياريت لو عجبنا الفيديو ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة.